قناعات قائمة كما كان يقال سابقا، رفعت من مدير فريق أو مساعد مدرب سعودي. الرجل حضر تصفيات المباريات الآسيوية للفرق السعودية الأربع اللي هي الاتحاد والهلال والأهلي والنصر، حضر الجولتين وعلى ضوءها تم الاختيار. اختار طبعا الاتحاد كما هو معلوم سبعة لاعبين، وهذا من زمان ترى الاتحاد ما قدم المنتخب هذا الكم من فترة طويلة يعني. أيضا الهلال ستة، النصر عندك ستة، الأهلي أربعة، بعدين أختار أيضا من الأندية الثانية من لاعب ولاعبين. أيضا تركيزه في خط المقدمة على أسماء الشابة سهلي، فراس، البريكان، وعندك أيضا هارون كمارا، كلها أيضا دلائل تؤكد أن قادمين إن شاء الله على مرحلة مختلفة جدا تحتاج الصبر والدعم.